هدف وحيد في مباراة من 7 مباريات. بعد محاولة تجديد النصر، تسديدة بأبنائه الشباب، النصر يسجل أول الأهداف ويتقدم الآن ويضع كرة في شباك الحارس السعد ويثبت بأن النصر بمن حضر نعم يسجل ويتقدم ويضع كرة في المرمى عن طريق من يبدو مختار لنتق بمحاولة تصل إلى أكرم عفيف، ملعوبة على مشارف منطقة الجزاء، وصلت إلى بغداد يسجل التعديل، بصمة بغداد بنجاح في اللحظات الأخيرة يضع كرة في المرمى، على الأقل يتفادى الخسارة في مواجهة اليوم ويصل برصيده التهديفي إلى 4 أهداف. يسجل بنجاح وبطريقة مميزة جدا، بطريقة مميزة. هذه كرة أكرم عفيف إلى من؟ إلى نام تايهي، نام بعد ذلك إلى بغداد.